بسم الله، تمارين حول درس المتجهات لمستوى السنة الثالثة إعدادي، الموسم الدراسي 2015-2016. تمرين رقم 9، نعتبر الشكل التالي بحيث المسافة أبي تساوي 2 سنتيمتر. يمكن لك تعتمد على التربيعات اللي عندك هنايا في هذه الورقة. لاحظ هنا المربع الأول، ثم المربع الثاني، ثم المربع الثالث. أتمم ما يلي: المتجهة OB تساوي كم مرة المتجهة OF؟ المتجهة OF تساوي كم مرة المتجهة OA؟ ثم المتجهة OD تساوي كم مرة المتجهة OF؟ وأخيرا المتجهة OC تساوي كم مرة المتجهة OF؟ يلا انقل التمرين في دفترك ثم أنجزه. رد البال التدريجات اللي عندك هنا، لأنه سنعتمد على هذه التدريجات الموجودة في الشكل. دقيق، لاحظ تواجد النقاط. يلا فكر في الجواب، ثم سنلتقي بعد قليل لمناقشة الحل معا. يلا نبدأ بمتجه OB تساوي نقط في المتجه OF. نشوف المتجه OB في الشكل، هاي المتجهة OB ثم المتجهة OF. واخا لونه، إذا عندنا هنا المتجهة OB هي هذه، لا ترقق القلم. المتجهة OB ثم المتجهة OF، غادي نعمل لها لون آخر، هي هذه المتجهة OF. يلا ما هي العلاقة الرياضية بينهما؟ نعم، إذا أردنا أن نعرف العدد الذي يتواجد هنا، خصنا أولا نعرف العلاقة بين المسافتين OB و OF. يلا في رأيك المسافة OB تساوي كم مرة المسافة OF؟ صحيح، المسافة OB تساوي 3 مرات المسافة OF، فهي 1 2 3. دقيق، انظر إلى المتجهتين OB و OF، ماذا عن منحييهما؟ نعم، هذه المتجهتين لهما نفس المنحى، إذن العدد اللي غادي يكون عندنا هنا موجب أم سالب؟ فعلا العدد موجب. ما هو هذا العدد؟ صحيح، هو العدد 3، احنا نكتبه بلون مغاير. اذا المتجه OF تساوي او المتجه OB تساوي 3 اضعاف المتجهه OF. واضح؟ يلا الان نمشيو للمتجه OF تساوي نقط في المتجهه OA. انظر المتجه OF مع المتجهه OA، المسافة OF تمثل ماذا بالنسبة للمسافة OA؟ فعلا المسافة OF هي نصف المسافة OA. لاحظ النقطة F توجد في منتصف القطعة OA، إذن المسافة OF هي 1/2 المسافة OA. انظر إلى المتجهتين OF و OA، ماذا عن منحيهما؟ لهما نفس المنحى، إذا العدد اللي غادي يكون هنا عندنا موجب أم سالب؟ فعلا موجب. ما هو هذا العدد؟ صحيح، هو العدد 1/2. نمر الآن إلى المثال الثالث، المتجهة OD تساوي كم مرة المتجهة OF؟ انظر إلى المتجهة OF وإلى المتجهة OD، أنا غادي نرسم لك المتجهة OD بلون آخر، ناخذ هذا اللون. هذه هي المتجهة OD، يلا ماذا عن المسافة OD بالنسبة للمسافة OF؟ انظر إلى المسافة OF، هنا عندنا مربعين، إذن هي نفس المسافة OF،
ثم عندنا نفس المسافة او اف، ثم هنا عندنا نصفها. اذا المسافة او دي تساوي كم مرة المسافة او اف؟ نعم تساوي 2.5 المسافة او اف، او 5/2 المسافة او اف. اعيد، المسافة او دي هي 5/2 المسافة او اف، اي 2.5، او واحد ثم 2.5، ها 2.5 او 5/2. انظر الى المنتجاتين او اف و او دي، ماذا عن منحيهما؟ نعم منحياهما متعاكسان، المنحى او نحو اف والمنحى او نحو دي متعاكسان. اذا العدد اللي غادي يكون عندنا هنا موجب ام سالب؟ فعلا هو عدد سالب. ما هو هذا العدد؟ صحيح هو العدد ناقص 5/2 هكذا. طيب نمر نشوف الآن العلاقة بين المنتجة أو سي و أو إف. هاي المنتجة أو سي عندنا هنا في الشكل أو سي و أو إف. نرسمو المنتجة أو سي مثلا بلون أزرق، هاهي هادي هي المنتجة أو سي. يلا نشوفو الآن العلاقة بين المسافتين أو سي و أو إف. يلا المسافة أو سي تساوي كم مرة المسافة أو إف؟ فعلا المسافة أو سي هي مرة ونصف المسافة أو إف، هاي واحد ونصف، واحد ثم أضف نصفه. أعيد، المسافة أو سي هي واحد ونصف المسافة أو إف، أو 3/2 المسافة أو إف. انظر إلى المنتجاتين أو إف و أو سي، ماذا عن منحييهما؟ صحيح منحياهما متعاكسان. إذا العدد اللي غادي يكون عندنا هنا كيف سيكون؟ موجب أم سالب؟ صحيح هو عدد سالب. ما هو هذا العدد؟ فعلا هذا العدد هو ناقص 3/2 هكذا. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش. إلى اللقاء.